بنرجع تاني لحكيمات، يمكن حكيمات هدفكم من خلالها ان انتوا توضحوا دور الممرضات فعلا قد ايه هم كانوا خط الدفاع الاول خلال ازمة كورونا. ايه ابرز القصص للممرضات خلال فترة الكورونا اللي اثرت فيكو او ظهرت قوي خلال المبادرة؟ احنا الاول اختيارنا لحكيمات زي ما قلت في البداية ان هو كان معتمد على التوقيت في الاساس، واحنا كمان في الحملة طرحنا يعني شقين ليها، اللي هو قبل كوفيد الستات اللي هم بيشتغلوا ممرضات كان التعامل او تعاطي المجتمع معاهم عامل ازاي، وبعد كوفيد كمان هم كانوا فعلا زي ما رشا بتقول ان هم كانوا خط الدفاع الاول. فاحنا كنا حابين نعمل المفارقه دي علشان في الاخر نوصل لازاي الشارع والمجتمع معاملته تغيرت ونظرته تغيرت للممرضات لما عرف انه فعلا هم كانوا حق صد ليه. هي ممكن تكون اكتر حاجه اثرت فعلا واحنا شفناها ان هم نفسهم الممرضين، احنا وثقنا مع مجموعه صغيره بس هو الموضوع بدا ينتشر بينهم هم، فبداوا يبعتوا لنا على الخاص احنا عايزين تفاعلوا جدا جديد. احنا عايزين نحكي قصتنا، احنا عايزين نقول حصل معانا ايه. فكان في واحده من الممرضات بعتت لنا، كان اسمها كعبه، كان اسمها مميز جدا جدا، بعتت لنا وقالت لنا انا عايزاكم تحكوا عن قصتي، انا داعيه في الواحات. وطبعا احنا ما كناش متخيلين احنا نوصل لواحات يعني. هي دخل لها اصغر طفل رضيع عنده كورونا، فبتقول ما كانش بينام الا في حضني، وقد ايه هي كانت يعني حنينه كده وبتاع، والناس تفاعلت معاها جدا وبداوا يكتبوا بقى احنا بنشكركم، احنا شكرا ليكم. يعني انا حسينا انه ان احنا حتى لو كنا داخلين عشان نعمل المفارقه دي بس هي ودتنا في حته حنينه جدا. يعني قد ايه الناس عاطفيه جدا جدا، قد ايه الناس بقى تفاعلت جدا مع الممرضات، وقد ايه يعني هي حتى بتقول كلام الناس وردودهم ده اداني بهجه. صح. يعني فرحه. ويمكن انا حتى من خلال الناس اللي حواليا، يعني كنت قاعده مع ناس وكانوا بيحكوا انه سيده كبيره وجالها كورونا ولكن حالتها كانت يعني تعبانه شويه وهي قاعده في البيت، كان المفروض ان هي تعلق لها محاليل او تاخد حقن معينه او حاجه، فكلموا ممرضه ووصفوا لها الحاله وقالوا لها هي حالتها خطر وكذا وكذا وكذا، وجت وما ترددتش وفضلت قاعده ومقيمه معاها في نفس البيت. فيعني حقيقي دورهم فعلا مشرف جدا الفتره اللي فاتت. الممرضات في الحمله يعني جابناهم كان منهم ممرضات اصلا تطوعوا، يعني ممارسات، هم بيطلقوا على نفسهم ممارسات تمريض لكنهم هم ما عندهمش شهاده اكاديميه للتمريض، بس حابين المجال ده وبيكملوا بيساعدوا بس كده. لا، في واحده اصلا هي كانت محو اميه كبيره في السن، وبعد كده اعدادي، وبعد كده لما راحت تقدم على تمريض قالوا لها لا ما ينفعش سنك كبير، روحي خدي الدبلوم وتعالي. فهي حاليا بتخلص الدبلوم بس بتتعلم الاعمال التمريضيه، وكانت بتنزل للحالات في البيت ويعني في البيوت لانها هي ما بتشتغلش في مستشفى، بس هي مستنيه تخلص الدبلوم بتاعها عشان بعد كده تلتحق بالتمريض. يعني والله بجد ربنا يجازيهم خير. يعني بغض النظر عن بقى دورهم كالمهني والحاجات دي كلها، بس هم فعلا بيعملوا عمل انساني كبير وبيضحوا فعلا بارواحهم. اكيد.